من خطة العام 2014-2015 تم اعتماد مبلغ 250 ألف جنيه، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد مطبات كاوتشوك. المطبات دي كانت الفرم الستاندرد بتاعتها 25 سنتي و50 سنتي بحد أقصى 75 سنتي، إلا إن إحنا اتفقنا معاهم على إن يدينا أقصى من كده بعرض 1 متر. المطبات الكاوتشوك دي بيجي بالطول بتاعه القطعة نص متر، نص باللون الأسود ونص باللون الأصفر للظهور ولتفادي عملية الدهان عدة مرات. التعاقد تم على 390 متر طولي و40 يافطة أو علامة تحذيرية الخاصين بهذه المطبات. أقصى ارتفاع للمطب حوالي 7 سنتي. المطبات من الكاوتشوك وليست من البلاستيك. الكاوتشوك له ميزة ان هو بيبقى قابل للانضغاط مع مرور السيارات، فما بيبقاش مؤذي لا للسيارة ولا مؤذي لمستخدم الطريق ايا كانت السيارة او الدراجات البخارية.